اهلا ومرحبا بكم مجددا، واليوم عندنا لكم هذا العود الجميل جدا والمميز. مواصفات هذا العود: عندنا وجه من السيدر، الظهر عندنا من خشب الوينجي وخشب السبيلي. السبيلي طبعا هو من فصيلة المهوغني، لكن يعتبر من أرقى نوعيات المهوغني. لاحظ التمويج الجميل اللي فيه، هذا هو العود. ناخذ نظرة كاملة عليه طبعا مثل ما احنا متعودين. الزند والبنجق كذلك من الوينجي والسبيلي، البنجق من الطرفين من الوينجي بالكامل، والمفاتيح والمسطرة من الأبانوس درجة أولى. القياسات عندنا العود هذا العرض 36، العمق 21، طول الزند 19.5. الزند عياري، من هنا ممكن نتحكم بالدوسة بكل سلاسة اللي هو بعد الوتر عن المسطرة. الأوتار عندنا من أكويلا الحمراء دوزان دودو. خلينا نبدأ نستعرض هذا العود مثل ما تعودنا دائما بمختلف مساحات صوتية. الفيديو خلينا نجي للخطاب الاخير، عصف فينجر بورد كان مثل ما تعودنا نبدا.
التوفيق والقاكم على خير. إلى اللقاء.